فيحتمل من معاذ رضي الله عنه ضعاه في عمدة القضاء وهو على كفره أو على إسلام كفره، والذي قصره غيره. وعما عمر في إرانة فيه مع المهاجرين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم جل على، لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم. وأما ما أبداه ابن القيم رحمه الله من الاحتمال فالأصل عدم الاحتمال، احتمال النسي، ونقل تقصيره في الجعظان إلى تقصير في الحد، فالأصل عدم هذا. فالذي يظهر أن يقال إن معاوية رضي الله عنه إن صح أنه رآه فقط فلا يمنع أن يكون ذلك في عمدة القضاء قبل أن يسلم معاوية، لأن معاوية ما أسلم إلا عام الفتح، يعني ما أظهر إسلامه إلا عام الفتح، ولا يمنع أن يرى أحدا يقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا مانع. فأما إذا لم يستقم هذا وكان هو الذي قصر، أي كان ذكر تقصيره إياه أرجح من ذكر رؤيته إياه يقصر، فتحمل على الجعران وليس فيها الإشكال. نعم، يعني يقصرون الشعر من آخر درجة تصير شعيرات صغيرة جدا. نعم، هل يعتبر هذا؟ لا، هذا تقصير، حتى نمرة واحد تقصير. نعم، لله المعلوم أن النسب نعم إذا دفع فيه أكثر كان يعني أعظم الأجر كالأضحية. إذا دفع فيه أكثر نعم كالأضحية مثلا كان أعظم الأجر، ويترتب على هذا أن يساوم عليه. لا، هو أولا ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحما والأكثر، وإن لم تكتب رحمة، لكن عند التساوي يقال إن أسفع قيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل. لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم ذلك؟ لا، يساوم ولا بأس، حتى في الحلق لا سيما في وقت، لا في الحلق غالب إن الناس عارفين يعني الأجرة معروفة ما يمكن يزيد الحلاق. لكن قول بعض العلماء يا شيخ أن النسك لا يشرط عليه، ما هو صحيح، مو صحيح، هم قالوا هذا في الحظ لكن مو صحيح. ولا سيما الآن الهدي، لو قلنا لا الشعر، يجي واحد يبيع الهدي يعني يحب المال كثيرا، يقول مثلا هذا بلد كثيرة كان ننزل لك 200 كثير، كان ننزل لك 200 كم صار 600 يا رب يا رب خذوا 500 شوفوا نزل، وهذا شيء مجرد يعني. نعم شيخنا بارك الله فيك، من لم يلب دراسة ووضع جهان على يديه أو رجليه يمنع من وصول الله، هل يعتبر الدهن ما يمنع وصول الله؟ إذا كان معيا ما يمنع وصول، أما إذا جمد على العضو منع وصول. يذهبون إليك والآن يعني الهدي يركب في السيارة، ما يكون من السنة تقليد السيارة التي يركبها الهدي؟ اي نعم، يكون من السنة تقليد السيارة إذا صار يذبح. أما ماذا عن خطوط؟ لا لا، علامة لا بأس، يعني العلامة بس ما يوافق منه، لا بأس مثلا أو كتاب الآن مثلا سيارة الهدم، لا لا بأس. نعم، قال لما فرقه فرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. نعم، الآن في بعض المتاحف في بعض الدول تلزم من عندها الشعر، ايش في المتاحف الآن تركيا تلزم من عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صور تركيا يعرض على بعض المدارس عبد الله، ايه هذا ما يجوز. اولا من يقول هذا صحيح؟ ايه هم ليس ترى. والثاني هل يجوز ان نتبرع برؤية شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن الاتجاه للآثار الحسية يؤدي إلى غفلة القلوب عن الآثار المعنوية الشرعية. الإنسان يتعلق قلبه بهذا الشعر ولا بهذا النعل ولا بهذا القدم، ولكن ما سمعت أنه يعرف في الملاد هنا في السعودية. بعد ثبت إن شاء الله، ثبت الرجال أنه يعرف. نعم، جمعة يقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من عمر، المعروف أن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما يأمرونهم بالإفراد،
لأن القران أصلا ما يكون إلا لمن معه الهدي، فكان يأمرون في الإفراد يقول اعتمر حجة الآن واعتمر في الشهر الثاني. لا، ما قصد هذا، قصد أن لا يحل. قلنا لا يمنع من صحة الوضوء. نعم، إذا احتاج إلى غسل الجنابة. إيش؟ إذا احتاج بعد أن لبد رأسه إلى غسل الجنابة. نعم، هذا لابد أن يزيل التلبيد ويغسل كل الشعر حتى الجلد. ومثل المرأة هل هذا يكون غاليا جدا؟ هل يجوز المراحل لآخر يوم أو لا تفعل. أحيانا تكون في أول يوم أرخص من الثاني يوم، وفي ثالث يوم وفي ثاني يوم أرخص من الثالث. نعم، لا مجرد هذا وهذا، كيف العكس؟ أي لا، مجرد هي الحقيقة العرض والطلب. لا شك أن طلب الناس أول في أول أيام، لأن كل واحد يحب أن يتقدم، لكن العرض له تأثير. أحيانا تنفد البهائم ولا يجد لنا شيئا، وأحيانا يوجد قليل ويكون كثير التنفذ. نعم، أنا أرى أنك إذا كان عندك قدرة مال أن تبدأ بأول يوم، أول من أفضل، والثاني الاحتياط، لأن اليوم الثاني والثالث ربما لا يوجد شيء. كم الآن؟ خمسة. ليش خمسة؟ ها؟ قبل الأذان ما كمل ثلاثة. نأخذ خمسة بعد الأذان. ترى معنى يعني بخاري طويل. نعم. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. وهذا هو متعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر. وفي السياق الطويل المتقن الذي رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حل الأول نزل إلى مكة فطال وحان وقت صلاة الظهر فصلى الظهر بمكة ثم خرج. وفي الصحيحين عن أنس أنه صلى الظهر بمنى ظهر العيد. والجمع بينهما أنه صلى الظهر أولا في مكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه يعني بعضهم لم يصلوا فصلى. وأما زيارته في الليل فهذه شاذة ليست صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في منى ليلا ونهارا ولم ينزل إلى مكة إلا حين أتم حجه، نزل وبات في الأبطح في المحصب إلى آخر الليل ثم ارتحل
وطاف الوداع ومشى. ولهذا البخاري رحمه الله الرواية الأولى عن أبي الزبير علقها، ثم إن أبا الزبير رواها عن عائشة وهو مجلس لا يحمل حديثه على الاتصال إلا إذا قال حدثنا أو نحن. ثم الأثر الثالث يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما، يذكر بصيغة التمريض. وذكر البخاري له مع أنه ضعيف عنده لينبه على أن هذا ضعيف حتى لا يقر به أحد لو قرأه في كتاب آخر. وقال لنا أبو معين حدثنا أن عمر أنه كان أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. لهذا ما في إشكال. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. الحديث الأول والثاني ليس فيه ذكر ناس أو جاهل، لكن البخاري رحمه الله ذكر الترجمة إشارة إلى لفظ آخر في الحديث قال لم أشعر ففعلت كذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقيل إنه لا يعذر إلا من كان ناس أو جاهلا، وحملوا هذه المطلقات على العذر بجاهل أو نسيان، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن قوله لم أشعر حكاية حال، وقوله لا حرج لفظ عام. وأيضا فإنه قال لا حرج ولم يقل ولا تعد كما في قصة أبي بكر إن ما ركع قبل أن يصف قال زادك الله حسن ولا تعد. فالصواب الذي لا شك فيه أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه حرج، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما أو ذاكرا لا حرج الحمد لله من السعة. نعم جائز. نعم المتمتع في غير أشهر الحج ساق الهدي فهل لا يحل حتى ينحره أو لا؟ لا، إذا ساق الهدي ينحر في وقت ما يبقى إلى 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 الحج. أي نعم نعم يذبحه بعد انتهاء العمرة، يذبحه بعد انتهاء العمرة. نعم مراد البخاري تكرار يعني المعنى الواحد للحديث مقصوده لا بد أن يكون هناك سبب إما في الإسناد وإما في المتن، لكن البخاري رحمه الله له فهم عميق في هذه المسائل قد يخفى على كثير من الناس. نعم هل يكون في العمرة كذلك؟ نعم أفضل في العمرة إلا المتمتع فلا أفضل في حق التقصير. يسأل إذا صادف الإنسان صلاة العيد يوم النحر فهل يصلي؟ نعم يصلي. نعم. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال
كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. فيه دليل على جواز الخطبة على الراحلة، أما السيارة فلا أشكال لأنها لا تتعذب ولا يشق عليه، وأما البعير فهذا مقيد بما إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه فلا، لأنه لا يجوز الإشقاق على البهائم. وفيه دليل على طلب ارتفاع الخطيب، وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى أنه أبلغ في إسماع الصوت، والثانية أن مشاهدة الخطيب لها تأثير بالنسبة للإنصات والمتابعة، فلهذا ينبغي أن يكون على عضو. نعم. بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإحرام بالتلبيب وسوف تفعيل الهدي، هل في هذا دليل على قول من قال أن التحلل أول يكون بالإحرام والتلبيب؟ إيش؟ هل في دليل على قول أن تحكموا بارك الله فيكم بأن التحلل الأول يكون بالإحرام والحلق؟ في دليل على؟ على أن التحلل الأول يكون بالإحرام والحلق، لأن هذا الحديث فيه دلالة كما مر معنا على أن الإنسان اللي سافر هذه لا يحل حتى ينحر. نعم. هل نقول أيضا أن الإنسان لا يحل الأول حتى يحل؟ هذا هو الراجح. الراجح أنه ما يمكن يحل التحل الأول إلا إذا رمى وحرم. لا، ما في دليل. هذا قد يقول قائل فيه دليل على أنه إذا نحر وإن لم يحل حل. لأنه قال حتى أنحر، لكن مر علينا في بعض السياقات أنه قال حتى أحل. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب يتعين أن تكون بالرفع لأنها صفة لكفار، ولا يجوز الجزم على أنها جواب النهي لأن يختلف المعنى كثيرا. وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارا إن كانوا يفعلون ذلك على سبيل الاستحلال فهو كفر أكبر، وإن كانوا يفعلون ذلك لعصبية أو تأويل أو ما أشبه ذلك فهو كفر أصغر إذا لم يوجد ما يقتضي أن يكون كفرا أكبر. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن المثنى. خطب بعرفة اليوم التاسع، خطب يوم النحر اليوم العاشر. اقلب خطب بعرفة اليوم التاسع، خطب يوم النحر اليوم العاشر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. يقول وقف يوم النحر بين الجمرات. البينية الآن هل هي بين الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة؟ فيه احتمال، لكن في بعض طرق الحديث أنه خطب عند الجمرة الوسطى الكبرى، فيكون مبينا لهذا أي بين الجمرة الوسطى والأخيرة. وفي قوله أي يوم هذا أي شهر أي بلد تنبيه المخاطب واستدعاء إنصافي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم هذا ولم يغيره عن أصله، لكن من أجل أن ينتبه ويؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض. نعم سليم.